حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم بقصعه فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعه فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعه حتى فرغوا فدفع القصعه الصحيحه وحبس المكسوره وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب حدثنا حميد حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم